أحسن الله إليكم. في سؤاله الآخر يقول: شاب بالغ له من العمر 14 عاما يصلي في البيت، هل صلاة الجماعة واجبة عليه وبماذا تنصحونه؟ صلاة الجماعة واجبة على من بلغ سن التكليف من الذكور، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقد هم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم بالنار، ولا يفعل ذلك إلا في حق من ترك واجبا وارتكب محرما. واستأذنه رجل أعمى يشق عليه الحضور إلى المسجد، استأذنه أن يصلي في بيته، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فلا يجوز للمسلم البالغ الذي ليس له عذر شرعي يمنعه من صلاة الجماعة إلا أن يصلي مع الجماعة، هذا واجب عليه. نعم.